صحونا هذا اليوم على ثورة تغييرات في المؤسسة الأمنية، تحديدا في جهازي الأمن الوطني وجهاز المخابرات. حملة إقالات وإعفاءات بالجملة لمدراء الدوائر، وكذلك تدوير لبعض مدراء الأقسام والشعب، وترحيل المعفيين إلى مستشارية الأمن الوطني للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، هكذا عبرت الحكومة. الحكومة اضطرت إلى أن تنزل توضيح هي ليش أجرت هاي التغييرات، وتوضيحا للتوضيح أن الإقالات شهدت جدلا سياسيا، وبالتالي لابد من تبرير بعنوان ليش وشلون والغاية والجدوى. جهاز الأمن الوطني شهد تقريبا النسبة الأكبر من التغيير والإعفاء والتدوير، وعلى رئيسهم رئيس الجهاز حميد الشطري اللي استبدل بأبو علي البصري، هذه الشخصية الأمنية والاستخباراتية المعروفة، وكان سابقا أي أبو علي البصري قائد خلية الصقور، وأقيل في عهد السيد الكاظمي بعد تفجير ساحة الطيران إذا تذكرون. الأمن يحتاج لشخصيات بها بعد أمني، ولازم هالمرة فعلا نفصل بين الأمن والعسكر، لأن التحدي أمني في كل الجوانب، والأمني مو شرط جنرال، يجوز خريج علوم إنسانية لكن متدرب ومتأهل صح، يعني مو إلا اختصاص مدفعية وتجيبه وتخليه مدير أمن، ممكن مدير الأمن يكون عنده فكر وحس أمني. حكومة السودان رفعت شعار الخدمات، والخدمات تحتاج إلى استقرار، والاستقرار يحتاج أو يأتي من عدة ركائز، أولها الركيزة الأمنية. تدرون أنتم الأموال أطلقت، ما يعني أن الكثير من الشركات الأجنبية راح تنزل للعمل، وهذا يجعلها مطمع للفاسدين والمبتزين، ناهيك عن احتياجها إلى توفير الأمن. وهناك حديث غير معلن عن أن هذه التغييرات جاءت مقدمة لتغييرات كبيرة في حكومة السوداني، وهذه التغييرات تحتاج إلى الإسناد والأرضية الصلبة ليتخذ السوداني قراره بأريحية دون أن ينظر إلى الخلف، خشية أن يكون ذلك القرار فيه ارتدادات كبيرة. البارحة السوداني بمعرض حديثة في مجلس الوزراء هدد المتربصين بالموازنة، وقال أكو حيتان وعصابات مترقبة انطلاق الموازنة حتى تنقض عليها، ودعا السوداني وزراء إلى حضور ميداني ودوام لشفتين وحتى ثلاثة من أجل متابعة وزاراتهم وتقليل الإفادات. وشغلة الإفادات كانت تحت عنوان أحاكيك يا بنتي وسمعك يا جنتي. شلون؟ أكو وزير يريد يروح لإيطاليا، وسبى وزارته سبي، بحيث يومية ضايف واحد من أقاربه للقائمة، يعني يريد يسويها سفرة عائلية معالي الوزير. السوداني قال أمامكم 6 أشهر قادمة منها نهاية السنة، والأعذار ما مقبولة، والموازنة انقرت، وعليكم أن تترجمون 200 تريليون إلى منجز خدمي واقتصادي، بمعنى أن التعديل الوزاري مؤجل لحين انتهاء السنة الحالية، لأن أكو وزراء قالوا يا بي إحنا شلون تقيمونا وإحنا موازنة ما عندنا، دمطونا الموازنة وإحنا نشوفكم أمهات تجابت. يا بي أوكي، هاي الموازنة انقرت و6 أشهر ترى غمض فتح، والوزير الشاطر اللي هو يقدر يدير اللعبة صح ما بين المشاريع الاستراتيجية والمشاريع اللي يشوفها المواطن. النزاهة محور حديث السوداني في الاجتماع، وللأمانة يومية بالأنبار أكو مسؤول يسقط، وآخرهم اليوم مدير مؤسسة الشهداء في الأنبار مع مظاهرة
شهدتها الأنبار تفرقت بالقوة للمطالبة بإيقاف الفساد بالأنبار. أكو تسجيل صوتي ربما أغلبكم سامعه لناصر الغنام قائد عمليات الأنبار السابق، تحدث فيه عن فساد بعض المسؤولين في الأنبار. وكو أيضا تسجيل فيديوي قديم حذر به الغنام من إرهابيين يتقاضون رواتب تقاعدية. حلوة هاي مال إرهابي يفجر نفسه وياخذ راتب شهيد. يمكن حتى الدولة اللا إسلامية، مو الإسلامية، لو مثنية إلها الوسادة يجوز هم ما تنطي رواتب للي يفجر نفسه. شلون تريدون تطوهم أنتو؟ والله ما أدري. صدق لو قالوا شر البلية مو اللي المضحك، وإنما اللي يخليك تدق على راسك. أكو نشاط لهيئة النزاهة وأكو متابعة من اللجنة النيابية، لكن لحد الآن النزاهة تعمل بطريقة إنجاز عمل، يعني حشو جداول لزمنا جبنا ودينا من دون النظر بالملفات الاستراتيجية، ولا حتى فضت سالفة نور زهير، ولا رجعنا أو رجعنا أي صماخ من هاي الصماخات الفاسدة. ليش؟ لأنه بصراحة وين ما تحط إيدك تلقى لك واحد يصيح آخ لشمتونة، بمعنى أن الفساد منظومة كبيرة يحتاج إلى معالجة ربما أكبر حجما وقوة من هذه المنظومة اللي تدير الفساد. سويناك وزير حتى تصير زعيم علينا، مو عيب. التصانع عندنا سكن. حكومة خدمات واقعا اللي قاعد نشوفها خطوات بقطاع الخدمات، خطوات مهمة قاعد نلمسها. 300 ألف فرصة عمل جديدة في هذه المواجهة. السرقة سرقة، إذا كانت سرقة القرن أو سرقة أغطية المنهولات من الشارع. أنتوا يعني حارزين بالسودان إنه الرجل بلدوزر عبد هذا الإقدام حازم في مجال صناعة النفط؟ وأعدك وأعد العراقيين، وأنا تحديت في نعم. لكن سأوفر مليون وقت. هذا شو يقول؟ يقول عضو اللجنة المالية؟ لا 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 لا، هذا أنا تضامنا مع الأخوة المحاضرين المجانيين والموظفين المجانيين وأصحاب المهن الصحية المجانيين، فأنا عضو اللجنة المالية مجاني. تصور أكو تواليت بالعراق يمكن تكون الأغلى في العالم، أنت عندش علم بعض الشقق تصل إلى 500,000 دولار؟ نعم مع الأسف، وإحنا نحكي على حل أزمة السكان. إذا لا سامح الله صارت الحرب العالمية الثالثة، إذا إجت كورونا شو نسوي؟ الخيار الوحيد أمام الحكومة أن يعني تضغط النفقات. نشوف. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج دون اتهام. ضيفتي لهذا اليوم السيدة سروة عبد الواحد، عضو لجنة النزاهة النيابية. حياكم الله سيد سروة. مساء الخير، تحية لك. مساء الخير والعافية. خلي أبدي من قصة هي الأهم اليوم، وهي التغييرات الأمنية اللي حصلت. هل لديك معطيات أو عندك قراءة تتعلق بهذه التغييرات بهذا الحجم؟ يعني هو كان اكو حديث عن التغييرات، يعني من شهر السادس يفترض انه هذه التغييرات كانت طيب. يبداها السيد السوداني، اتصور انه هو اساسا تاخر. ما اعتقد انه هذه التغييرات هي يعني راح توقف عند هذا الحد، اكو تغييرات قادمه.
عموما انه خصوصا شخصية سيد علي البصري شخصية زينة، المفروض كان يبقى بموضوع مكافحة الفساد، لكن يستحق زين. هذا المنصب أيضا. طيب البقية إذا ما لا علاقة بخلافات سياسية بانتقام أنت شو تشوفيها؟ أشوفها أنه بين أنه أكو قسم قد إلى تأثيرات سياسية، ما أقول أنه انتقام، تأثيرات سياسية خصوصا بما يتعلق يعني بمناصب جهات طلبت من السيد السوداني التغيير سين من لو شنو تقصدين؟ اقصد انه خصوصا المناصب السنيه اي قد يكون لها علاقه ب يعني مشاكل الداخليه السنيه. ليش بتحكيها هيك عادله وتقولين قصه الخلاف السيد الحلبوسي والسوداني؟ يعني انا ما اعتقد السيد السوداني يلجا الى موضوع الانتقام بصراحه، لان يعني شخصيته مو شخصيه انتقاميه، هو عاد لم يعني قصدك مثلا ممكن يكون عزم راح واشتكى وعد السوداني مثلا كذا، هذا انه ليش كل المناصب يكون لا ليش اسمهم السوداني؟ فبالتالي انه هم الكل مشاركين في الحكومه، يجب ان يكون هناك التوازن ما بين هذه الاقطاب. هي مع الاسف لحد الان ماكو مسؤول كردي تم تعرف والله على السؤال والله على لساني بقول لك هاي التغييرات اللي شفناها كلها ايش عجب ولا مسؤول كردي يعني ما ادري يبدو الاكراد كلهم نزيهين وكفؤين والله ما عندهم مشكله لا اعطيني التفسير المنطقي محظوظين والله يعني التفسير المنطقي انه لحد هذه اللحظة العلاقات جيدة ما بين الحزبين وما بين السيد السوداني والأطراف الشيعية، ما يردون أنه كل الخلافات تكون بوقت واحد، قد يكون خطوة خطوة. هذه الخطوة مثلا اتجهوا إلى سيد الحلبوسي، وبيجوز خطوة ثانية من هذا الموضوع ينتهي يرحون الطرف آخر، هذا اعتقادي ما أعرف. لكن بالنتيجة أنه هي التغييرات والله بصراحة يعني هي مطلوبة. طيب مطلوبة لأن تجديد دماء فكر جديد، لأن هم هذول ما قدموا شيء بصراحة، يعني اللي موجودين ويتم تغييرهم، يعني مو تقول أنه واحد كان بمكانه وعنده إنجازات مهمة ومؤسسته ما بها مشاكل وتم تغييره. بس هذا يعني اللي تفضلت به ما يتعلق بالتغييرات الأمنية، لكن إذا رحنا للتغييرات اللي صارت بالانبار راح اكيد الحديث يختلف. بس خليني قبل ما رحنا، ما دام انت جبتينا على بدانا بالسيد السوداني، بمعيار من 1 إلى 10 9 أشهر، كيف تقيمين اداء حكومه السيد السوداني في مكافحه الفساد؟ يعني بداياته ما نقدر نقول والله هو قدر انه يحارب الفساد بطريقه مباشره، لحد هذه اللحظه محاربه الفساد في حكومه السيد السوداني بطرق غير مباشره، وهي ضمن الخطوه الاولى. لان يعني بس وضحي لي شنو المباشر وشنو غير المباشره؟ المباشر اللي يجون يضربون الرؤوس الكبيره للفساد، والكل يعرف انه من هم الرؤوس الكبيره، هذه الفلوس اين تذهب؟ ثم انه اكو موضوع اخر، يعني السيد السوداني اليوم ملزم ان يسال او يحرك الادعاء العام لان يسال الاحزاب السياسيه من اين لكم هذا، يعني كل الاحزاب السياسيه شلون عندهم هاي المليارات وهاي الاموال ونحن على ابواب الانتخابات ويتم صرف ملايين الدولارات للانتخابات، واكو ناس مقاريد كل شيء ما عندهم ما يقدرون يصرفون فلس في حملاتهم الانتخابية. فإذا يعني توجه بهذا الاتجاه أنا من الناس أقول فعلا أنه بدأ بخطوات كبيرة. مو ممكن تكون هذه الخطوة بداية للإطاحة برؤوس كبيرة؟ أنت لما تجيب هؤلاء هم اللي حيوصلوك للأكبر من عندهم. أي مو أنت تعرف أنه الأكبر من عندهم رأسا يتبرون من عندهم، لحد الآن ما سمعنا أنه تم اعتقال واحد وقال انه انا وراي فلان جهه وتم محاسبه فلان جهه، فلان جهه راسا تقول انه انا ما لي علاقه، ويعني بدون علمي صار ما ادري شنو، بطريقه او باخرى تتنصل هذه الجهه عن التزاماتها مع هذا الشخص. فبالتالي انه شيء جيد اكو هكذا خطوات، خصوصا هيئه النزاهه اكو نشاط واكو فاعليه نشوفها، حتى جيد. لو كان المستوى هي الخطوات الأولى إنها جيدة. زين البارحة السيد السوداني في حديثه تحدث على أن هنالك
أحزاب أو ربما سماها مافيات حيتان متحضرة للانقضاض على الأموال بعد إطلاق الموازنة. يعني إذا هي الفكرة مسبقا إحنا نعرفها وإذا نعرف هذه المتحضرين والمافيات للانقضاض، ليش ما نتعامل وياهم؟ ليش ننتظر ينقضون على الأموال؟ هو هذا السؤال، يعني يجب أن يكون هناك مواجهة صريحة وواضحة لجميع هؤلاء، وهو يعلم جيدا لأن سيد السوداني عايش في الجو منذ 2003 ويعرف كل التفاصيل. يعني كل هذه الإجراءات اللي حصلت والإطاحة بهذه الشخصيات هاي كلها تعتبر مواجهة؟ ولا شيء. والله ولا شيء، هذه المواجهات هي كلها ولا شيء. يعني شوف لما تم اعتقال نور زهير قايل انه أنا رجعت فلوسي، فروحوا رجعوا بقية من الأطراف اللي أخذوها، منو قدروا يجيبون من عندهم فلوس؟ يعني هو نص بس اللي عند نور خذوها، اي قال أنا هاي رجعت كل فلوسي، انتوا روحوا جيبوا البقية من فلان وفلان وفلان ونعطيهم الأسماء. احنا نحتاج توضيح بهاي القصة. اي لأنه احنا نعتقد أنه الأموال عند نور زهير والآن نور زهير مطلق، بيقولون راجع من الحج هاليومين، البعض يقول كان بالحج فكمية وراح صفر وحتى يبدي يبلش من جديد يضحك على ناس. يعني هسه احنا ونور زهير بعد ما عندنا شيء يمه خلاص؟ انا بالنسبة لي ما اقول ما عندنا شيء، هو لازم يحاسب على اللي في عمله، يعني اللي عمله مو قليل، وهو كان رأس المدبر او المنفذ، اكو مدبر ومدبرين مو مدبر واحد، وهو اجى نفذ مع مجموعة، هذه المجموعة واحد من عندهم الكردي اللي بأربي اللي حد الآن لم لا أحد يسأله أنت وين وليش ما يعتقلوا، ليش أربيل إذا أكو مواطن. هاي العلاقة الطيبة ما بين بغداد وأربيل وعلاقة السودان الشخصية مع السيد جرفان ومسور، ليش ما يجيبه؟ ليش ما يستخدم هاي العلاقة أنه يجيبه؟ ما يجيبه لأن هم ما يعطوا، يعني خو ما يريد هو يقول أنه آني يمثل جهة معينة؟ حتى إذا ما يمثل يكون أكو جهات مستفادة من عندها، يعني أكو جهات أكو أو جهة معينة مستفادة من عنده، لو ما يكون 100% كل الأموال عند هذه الجهة أكو قسم كبير عنده، فبالتأكيد هذه الجهة هي مستفادة اللي تحمي كاوة ما أدري منو عبد. أنا أستفيد من معلومات اللي عندك باعتبار جنابك عضو لجنة نزاهة، إذا إحنا ما أخذنا الفلوس كلها من نور زهير لعد ليش أطلقنا شركاته ورفعنا الحجز عن عقاراته وقلنا له براحته؟ القضاء قال إنه إحنا ما نقدر نتصرف بأموال نور زهير إذا ما لم يتم رفع الحجز، حتى إنه يتم استرجاع أموال نور زهير يجب أن يتم رفع الحجز، هذه مسائل عندك قانونية. عندك معلومة سدد؟ المعلومة يعني ما مس وربع يعني اللي أخذوها. إيش قد؟ ما يعني المبلغ كله ما يوصل ربع المبلغ الكلي. أو 10%. 10% من المبلغ الكلي تم استرجاعه لحد الآن. زين، هل فعلاً أنه مطلوب من الحكومة السيد السوداني أن يعوض هذه الشركات اللي أمنت فلوسها وراحت؟ إذا ما تطالب هذه الشركات لا ما حد ما راح يدفع، بس في يوم من ما إذا تم أكو قانون، إذا لحد خمس سنوات لا إذا لحد خمس سنوات هم ما جايين وما سألين عن أموالهم فخلص إنه هاي تروح للدولة بعد ما لهم حق المطالبة بها. شلون راحت وشلون قدر العد يأخذها؟ أي فهي هاي تبقى بالأمانات، فيجوز من يعرفون أنه هاي الفترة تنتهي هم يأخذوها قبل ما الفترة تنتهي. في هيئة النزاهة، في لجنة النزاهة، على اعتبار اليوم دنشوف هنالك عمل يجري على الأرض لهيئة النزاهة، دنسمع القول القبض ودنسمع جابوا سين وودوا صاد وما أعرف إيش، يقابله يعني خلينا نسميه برود او فتور في اداء لجنه النزاهه. انتم عندكم ملفات تنتظر ان تفتحوها، ملفات مهمه كلجنه نزاهه، لو شنو اللي عندكم؟ هو بالتاكيد دائما اكو ملفات، لان تعرف هاي الملفات هي قديمه جديده، هي على طول موجوده نفس الملفات تروح وتجي في كل دوره. مثلا ملف مصفى نفط الجنوب كان ملف مهم وتم إحالته إلى القضاء وتم يعني من قبل السيدة عالية نصيف إنه
بالنتيجة يا شغل اللجنة واللي قام بها يا سيدة عالية. كذلك أكو ملفات أخرى بما يتعلق بموضوع العقارات الدولة. إحنا بصدد فتح هذا الملف و يعني طلبنا الأوليات اللي موجودة بهذا الملف وراح تلقى كوارث بهذا الملف أيضا. ليش تدور دوائر وعلامات استفهام على بعض لا أقول الكل من أعضاء لجنة النزاهة؟ هل فعلا هنالك ملفات بلجنة النزاهة يمارس فيها عملية الابتزاز؟ خلينا نكون صادقين بالطرح. والله أنا ما أقدر أنفي أو أأكد يعني بصراحة. تمام. يعني لكن أنه إحنا بمؤسساتنا بكل مؤسساتنا أكو ناس فاسدين ومبتزين ويدورون على هذه المسائل، وأكو ناس لا والله يردون يشتغلون شغلهم الحقيقي. فأنا ما أستبعد أن يكون أكو أفراد داخل لجنة النزاهة أن يكونون فعلا مبتزين ويستخدمون. ما عندكم مؤشرات؟ ما بين شيء بالفضاء؟ لحد هذه اللحظة أنا ما أريد أشخص منه، خلينا ما نقول منه، لكن قليل. هو أكو مؤشرات؟ أكو مؤشرات واضحة يعني. أها. أكو مؤشر. أشوف أنت لما أحد يتحدث عن ملف معين وما يوصل بي لنهاية المطاف كن وافق أنه يعني إذا قضاء ما يبرئ هذا الملف ولا لجنة النزاهة تطلع بمؤتمر صحفي وتبرئ الملف، الكل يكون موافق على أنه هذا الملف خلص هو ما كان صحيح وكان بفلان ملابسات وكذا، كن وافق أنه هذا الشخص يأخذ نصيبه وحصته ويسد الملف. حتى فلهذا عندنا مؤشرات، وأنا شخصيا عندي مؤشرات. حتى أسكر على ملف نور زهير، يعني أقدر أقول الآن كأنه قضية نور زهير أشبه بأنه انتهت. هو قال لهم أنا أعطيتكم اللي عدي وروحوا أخذوا الباقي من اللي تعرفوهم. بالطبع يعني هو هاي المعلومة اللي وصلتني أنه نور زهير قال أنه أنا رجعت لكم كل اللي أنا أخذته، البقية عد فلان وفلان من كبار الشخصيات السياسية اللي موجودة بالبلد روحوا. بس أنا ما أقول ليش تعطيني، لكن أنت على الأقل يعني عندك الأسماء؟ عندي الأسماء ومعروفة الأسماء لدى الناس وهو ناس يعني ذكروا. إذا النائب ما عنده جرأة ورئيس الوزراء ما عنده جرأة وما أعرف بعد منو ما منو العدد اللي راح يكون مسؤول أمام الشعب أمام الله بذكر هذه الأسماء وفضحها؟ شوف هسا أنا المعلومة جايتني من شخص اسمه نور زهير هو فاسد وحرامي. فأني هسا من أجي أطلع معلومة على لسان فلان شخص وأني ما عندي الوثائق الحقيقية اللي إدانة دول الشخصيات، فيعني ما أقدر أحكيها. أنا اليوم من الأيام توصلني وثيقة واحدة صغيرة على أي مسؤول كبير لو كان رئيس حزب عنده 16,000 ميليشيا راح أحكي باسمه ما أخاف. لأن الفاسد يجب الناس تعرف من هو الفاسد، من هو هذا الشخص اللي فاسد ويدمر هذا البلد وراها شي يصير خلي يصير يعني يقتلوني. طيب. عادي يعني هو مو فد قضية كبيرة. الإجراءات اللي تتخذها هيئة النزاهة هذه اليومين كأنها موجهة للأنبار على وجه التحديد، وصارت ترند الأنبار بهاي الأيام، طاحوا بأكثر من شخصية وشخصيات كبيرة وبالجرم المشهود بعضهم. برأيك هي فعلا لأنه المحافظة غارقة بهذا المستوى من الفساد، أم هي يعني إجراءات قد يكون بعضها سياسي؟ هو أبو رغيف هم كان ملتهي بالأنبار يعني يبدو أن الحكومات يعني كلهم يلتفون بالأنبار، يعني نتذكر أنه تم اعتقال رموز من الأنبار يعني. زين. فبالتالي أنا أعتقد أنه هي الصراعات السياسية في أنبار هو جزء من هذا الموضوع. أنا ما أقول أنه ماكو فساد، وبالتأكيد اللي يتم اعتقاله أو اتهامه أكيد أكو شيء يعني أكو شيء. طيب. ضده لهذا تم مفاتحته أو اتهامه بهذه الطريقة، لكن اللي له علاقة هو بالصراع الموجود داخل الأنبار. عسى ولعل أن يكون هذا الصراع في فائدة للمجتمع الأنباري بالتخلص من الفاسدين ومن اللي
أذوا أهل أنبار، يعني هي بالنتيجة أي فاسد من أي جهة كان يعني تم اعتقاله. طيب، راح بلا ردة. هل تعتقدين أنه فعلا هذا الصراع سينتهي مآله إلى ما يعتقد الطرف الآخر خصوم الحلبوسي أنه يجب إزالته من رئاسة برلمان، ينتهي بهذه النتيجة برأيك؟ يعني ترى هذه النتيجة مو فد شيء صعب، يعني إذا أكو اتفاق سني والأغلبية يكون مع تغيير يعني هو يتم تغييره، يعني مو فد شيء صعب. يعني نقليني صورة عن الجو اللي موجود، يعني سنيا شيعيا كرديا لحد هذه اللحظة كل حكي بالإعلام ويعني شيء ملموس حقيقي، لا أكو اجتماعات حقيقية لقوى سياسية لطرح اسم بديل أو للتحرك من أجل تبديل سيد الحلبوسي. لحد هذه اللحظة كل الاتهامات والحديث هو حديث إعلامي فقط، قد يكون للتأثير أو الضغط على سيد الحلبوسي بتنازل من بعض المناصب أو الامتيازات للآخرين، وقد يكون هو فعلا هدف لهؤلاء اللي يتحدثون به. عموما يعني مو نهايه العالم اذا تم تغييرها سبعه. لو ترك الخيار للنواب وليس لرؤساء الكتل في تحديد مصير السيد الحلبوسي، تعتقدين نواب البرلمان يصوتون على اقالته؟ اعتقد يصوتون على اقالته. موجوده هذه القناعه؟ اكو موجوده. يعني مع الاسف سيد الحلبوسي مرات تعامله مع النواب ما يكون بمستوى واحد، يعني اكو نواب يتم مجاملتهم على حساب نواب اخرين، وهذا يعني هم اقليه اللي يتم مجاملتهم، هذا يخلي انه دائما النائب يكون عنده شيء تجاه رئيس البرلمان. طيب يعني انا اعتقد انه اكو هيك توجه. ليش لحد هذه اللحظه ما قدرنا نسترجع الشخصيات المطلوبه خارج العراق المتهمه بالفساد؟ يعني على الاقل مثلا الحديث كان عن حمديه جاف انه راح رئيس الوزراء ورجعوها ويا بالطياره وكذا، اعطيني تفاصيل اذا عندك. خليني احكي، يعني مو هو له علاقه بالممول؟ منو يدعم حمديه؟ انا ما اعرف والله. يجوز هي الجهه اللي تدعم حمديه تكون انت كذلك متعرف فيها؟ انا باعتقادي انه جزء من الأحزاب الكردية الحاكمة هم من يدعمون سيدة حمدية جاف، فلهذا يعني وإلا هو إذا شخص متهم والمتهم بريء، يعني حتى أن يجي يرجع ويثبت أنه هو بريء أو يثبت إدانته، يعني فكان المفروض إذا السيدة حمدية ما عندها شيء هي تجي تسلم نفسها وتفرش أوراقها. الحديث اللي صار على أنه جلب حمدية جاف من الإمارات، يعني هي جتي ورجعت ما أعطونا إياها الإمارات أصلا؟ لا لا، لحد الآن ما جاي بيها. كان أكو مفاوضات وكان أكو حديث أنه يتم جلبها، وأنا تحدثت مع هيئة النزاهة وكنت فترة متواصلة وياهم بهذا حول هذا الموضوع، لكن كان يوم يقولون إيه هاليومين بعد أسبوع راح يتم استرجاعها، وبعدين فجأة سكتوا الجميع سكت عن هذا الموضوع، يبدو أنه خلص قالوا لهم أوفوها. يعني تتعرف أنه لما يكون أكو موضوع أكو ضغوطات على الجهة اللي تريد المتهم، يصير ضغوطات عليهم، فبالتالي انه قد ما يتحملون هذه الضغوطات ويسكتون. والا يعني ما معقوله امارات، وخصوصا هسه العلاقات طيبه بين العراق وامارات والدول الخليج بشكل عام. طيب، انه الامارات يعني تضحي بعلاقاتها مع دوله مثل العراق من اجل شخص، اذا ما كان اكو اتفاق داخلي انه اتركوا هذا الشخص. فانا باعتقادي اكو اتفاق داخلي بترك هذا الملف، لهذا لم نجد. زين، احنا ليش نتهم الحكومة بأنها هي من تتراجع عن قراراتها مثلا في قضية إلقاء القبض على فاسدين أو الإطاحة بفاسدين كبار؟ هي القضية مو قضائية، شنو دخل الحكومة بالموضوع؟ هو بالتأكيد ما له علاقة، لكن فيما يتعلق بالدول الخارج نعم أنه أكو إجراءات ومو فقط قضائية، إجراءات هي دولية إلى علاقة بإنتربول، إلى علاقة بالاتفاقيات بين العراق وهذه الدول، فهاي كلها تدخل ضمن
هذا الموضوع، ليس فقط موضوع القضاء. أما فيما يتعلق بداخل العراقي، نعم القضاء يصدر الأوامر، لكن من ينفذ؟ غير الحكومة هي اللي تنفذ. مو قضاء يروح، مو القاضي يروح يعتقل شخص، قاضي اللي عليه يصدر أمر مذكرة اعتقال. طيب اللي ينفذ هم اللي الحكومة، وزارة الداخلية. فشوف الوزارة الداخلية ليش ما يعني تنفذ معظم هذه الأوامر. زين، نروح للإقليم. نروح للإقليم. قبل ما أدخل بالتفاصيل السياسية، هي يعني تعطيل فني أم سياسي؟ تعطيل صادرات نفط الإقليم عبر جيهان، أنبوب التركي، أو النفط العراقي عبر جيهان، شو اللي دي يعطلها بالضبط؟ هو الخلاف بين العراق وتركيا بشكل عام، يعني يجب أن يكون هناك اتفاق جديد. كان أكو اتفاق سابق مع حكومة إقليم كردستان، وهذا يعني مو فني، مو فني، سياسي. تمام. إلى علاقة بوضع السياسي في المنطقة، فممكن الحكومة الاتحادية تدخل بشكل مباشر وواضح وفي مفاوضات أو جدية لإبرام اتفاق جديد مع تركيا. هذا هو الاتفاق الجديد المهم، لو المهم التنازل عن المبلغ اللي حكمت به المحكمة الفرنسية اللي ما يقارب مليار ونص دولار تقريبا. وانت كلها مهم. يعني انت اتفاق جديد شلون مو مهم؟ يعني انت ما تقدر زين، هذه خسائر لعد هذا شو كنت نحلها؟ يوميا اكو 400 الف المفروض الاقليم يصدرها وما جاي توصل. اكو يعني تم ايجاد حل لهذه 400 الف اللي هو انه يتم اعطاء للحكومه الاتحاديه، ايوه، تم تعامل معها يعني للداخلي، للامور الداخليه. زين، هم تطلع خسارة إذا ما صدرناها بالتالي، لأنه هي محسوبة ضمن الحصة. ممكن يصدروها بالغير جهة، يعني 400 ما كتبت، يعني 300. خلينا نسأل عن سليمانية، باعتبار ما حدث في الموازنة كان يعني شرخا كأنما أحدث، وما قبلها في انتخاب برلمان الإقليم وغيره. الآن سليمانية لا زالت تفكر في قصة أن تكون لها خصوصية بعيدا عن أربيل؟ هي ما أعرف شنو هاي الخصوصية. هي أساسا سليمانية لها خصوصية، وسليمانية من يحكمها هم الاتحاد الوطني الكردستاني، وأربيل الدهوك يتم حكم من قبل الديمقراط الكردستاني. احنا ليس لدينا حكومة موحدة حقيقية، احنا لدينا إدارتين لحد هذه اللحظة. فما يجري هو موضوع إعلام، يعني ما أقول ماكو خلاف بين الاتحاد الديمقراطي، لكن بالنتيجة هم متفقين على هذا الوضع منذ 96 إلى اليوم يعني. طيب. فكل ما يجري هو يعني خطاب إعلامي لإرضاء جمهورهم من الجانبين. أما بما أنه سليمانية تكون منفصلة عن إقليم، هذا بصراحة كارثة. يعني تراجع كبير لحكم إقليم كردستان إذا ما تم فعلا أنه طيب انفصال سليمانية عن الإقليم. يعني هذا الشرط الذي وضع في الموازنة بقى ولا رفعتوه؟ اللي كان يقول إذا أربيل ما سلمت الرواتب بغداد تسلم، بقى هذا الشرط. أي بس مو مباشرة سلم، يعني تم أنه تشكيل لجنة وخلال 30 يوم ورئيس الحكومة هو من يقرر يعني بالنتيجة. يعني هو بنفس المعنى، بس سووها شوية يعني عقدوها بعض الشيء، عقدوها. ويعني حتى شوف انه هذا موضوع مو دستوري اذا يتم ارسال المبالغ يعني الى ايد الاتحاد الوطني، مو دستوري. يعني مثلا لو كانوا قايلين انه المحافظ هو من زين راح يكون ياخذ الموازنة السليمانية، فهم ما حددوا منو ياخذ الموازنة. طيب من الظالم، من المظلوم في هذا الصراع الدائر ما بين الاتحاد والديمقراط؟ الديمقراط يقول انا اعطي فلوس، والاتحاد يقول ما استلمها كاملة وبس مجرد ارقام. انتهت علينا. الظالم هم اثنيناتهم، يعني الاتحاد والديمقراطي، والمظلوم هو الشعب. يعني هو باسم انه واحد
يتهم الثاني، اثنينهم دي يظلمون شعب اقليم كردستان، ما ينطون الرواتب، ما يدفعون الفلوس المتقاعدين، ياخذون الضرائب هائله من المواطنين على كل شيء، ياخذون ضريبه، هاي الكاميرات البوينت تو بوينت، يعني كل شيء في اقليم كردستان صار صعب بالنسبه للمواطن. وبالمقابل المواطن ما عنده راتب، احنا هسه اليوم شهر السابع بعدهم ما مستلمين راتب شهر السادس، واكو قسم ما مستلمين شهر الخامس، فيعني هو كل شهر يعني يستلم ليش الراتب. مو يستلم بغداد هو هذا ليش؟ لان من يحكم اقليم كردستان هم الفاسدين، وهاي الحكومه هي حكومه منتهيه الصلاحيه، ما عندها خطه حقيقيه، ما كان عندها، وهذه الحكومه هي الأسوأ. على طار الحكومة منتهية الصلاحية، هل تم تحديد موعد الانتخابات؟ هم قالوا 18/11، بس لحد هذه اللحظة إجراءاتهم بطيئة. ما ستشاركون كجيل جديد؟ بالتأكيد نشارك، خصوصا أن المفوضية، إذا مفوضية بغداد هي من تشرف على الانتخابات، صار أمر يعني قرار بهذا الموضوع؟ نعم، على أن تشرف مفوضية بغداد. أكيد، لأن ما عندنا مفوضية في الإقليم. أربيل وافقت؟ يعني وافقت مجبرة. أربيل موافقت مجبرة لأن ما عندنا مفوضية في إقليم كردستان. لأنهم مددوا عمر المفوضية أثناء ما عمر البرلمان منتهي يعني قانونيا. فإحنا من يعني إلغينا هذا القرار، تم كل القرارات. تذهبين مع ما يذهب إليه البعض بأن لم يعد الجيل الجديد بقوته كما كان في السابق؟ ليش؟ ما أعرف، أنا أسأل. لا بالعكس، تأخذين لكم حظوظ؟ الجيل الجديد في أحسن مراحله. شوف، إحنا بالانتخاب ليش؟ بالانتخابات 21 إحنا داخل أربيل كأربيل احنا ثاني حزب، يعني اصلا داخل أربيل احنا حزب الاول اكثر من الديمقراطي الكردستاني، لكن بكل أربيل كنا ثاني حزب، وفي سليمانية اصواتنا اعلى من الاتحاد الوطني. والان مجلساتكم افضل ألف مرة. ليش؟ لان احنا بقينا على نفس النهج، احنا اللي ندافع عن رواتب الموظفين، احنا اللي الغينا الشيء يعني غير قانوني. شوف، ما اعرف، انا اتمنى انه الكلام لا يفهم يعني كانه استهداف للجيل الجديد، لكن غير التصريحات شنو عند الجيل الجديد؟ ليش؟ مثلا حسب الله الاتحاد الديمقراطي عنده فلوس، عنده خدمات، عنده تعيينات، غير الجيل الجديد شنو اللي تقدمه حتى؟ لا عندهم فلوس ولا تعيينات للناس، كل اللي تجيبهم يعرفون، على الاقل احنا ما عندنا. شوف، احنا فيما يتعلق بموضوع برلمان اقليم كردستان، انت تعرف كل مره السلطه كانت تطرد المعارضه من البرلمان وما تسمح له انه تداوم، وتتذكر غلقوا سنتين برلمان اقليم كردستان حتى انه تغيير ما يكونون متوازنين. لاول مره جيل الجديد طرد الحزبين الحاكمين، قال انتم غير شرعيين وروحوا رجعوا لبيوتكم. فهذا بالنسبه للشعب اقليم كردستان شيء كبير، لاول مره حزب معارض يوقف بوجه الحزبين ويقول انه هذا الشيء غير قانوني، واحنا رحنا للمحكمه يعني بطريقه قانون واتباع الدستور. احنا اشتغلنا مو بالميليشيات ولا بالادوات اللي هم عندهم. موضوع اخر، احنا بكل مشاكل مواطني اقليم كردستان احنا اللي واقفين معاهم، وهم يعرفون كل زين، فلهذا احنا بالعكس الناس تثق بينا اكثر، خصوصا احنا ما ذهبنا معاهم، ما رحنا لتوزيع الامتيازات والمناصب والمدرشين. واضح. تسليم واشنطن دفاعات جويه لاربيل، يعني هل يعني الا يندرج هذا تحت عنوان خرق السيادة؟ يفترض أن يكون هناك توافق يعني اتفاق ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة منتهية صلاحية في أربيل وحكومة واشنطن بالتأكيد، يعني لأن تجهيز السلاح لأي جزء من العراق هو يجب أن يكون اتحادي. يعني ما اعرف، انا ما اعتقد انه هو بعيد عن الحكومه الاتحاديه، الحكومه الاتحاديه عندها علم.
لا اوكي ما يخالف واضحه، لكن لماذا تسلم؟ يعني هل هي بحاجه؟ هل هي في حرب اليوم الاقليم حتى تستورد دفاعات او تستلم دفاعات جويه؟ ليش دفاعات جويه؟ ليش مو غير اسلحه؟ منتدى تشوف انه اكو قصف يومي على اقليم كردستان يعني. اها. فبالتالي اقليم كردستان بحاجه الى ان يكون هناك. يعني هل سنذهب الى حرب؟ ما يعني الاقليم ذاهب الى حرب لا لا مو هذا القصد، بس يعني لازم يكون عنده ادوات لحمايه نفسه. طيب. هاي بيت باربي. يعني معروف. بس ازرق. هذا هو شنو ذاك المفروض يكون؟ بس ازرق هو زهري؟ اي زهري. عندكم ملفات قلتي لي ستفتحوها في هيئة في لجنة النزاهة؟ أكيد في ملفات. أذكرك بملف حكيتي وياي بالبرنامج ويعني الحمد لله والشكر لا حكيتي بي بعد ولا راح. أنت قبل قليل ايش قلتي إذا واحد سكت من النواب؟ مو أنا بعدني ملفاتي كلها دا أشتغل عليها وأكو يجوز انطيتها للقضاء. أنا ملف اذكرك بملف السله الغذائيه بعدني ما مشتغله عليها والله. بعد شنو ثانيه؟ لان كان عندي ملفات اخرى، انا دزيت كتاب الى وزاره التجاره لحد الان ما مجاوبيني وفعلا لازم اشتكي عليهم. يعني خلف الله علي ذكرتك. يا عيني. زين خليني اسال سؤال اخير فيما يتعلق بالتعديل الوزاري اللي يبدو انه ما راح يكون تعديل الى حد الانتخابات تقريبا. عندكم معلومه اكو تعديل وزاري؟ ماكو. اكو وزراء ممكن يتبدلون سريعا؟ بحسب معلومات اكو بعض الوزراء يتم يعني تبديلهم. سمي لي. يعني تحدثوا عن بعض الوزراء بصراحه، كهرباء، نفط. اي اي شو بالكهرباء؟ كهرباء ذاك اليوم الاطار التنسيقي أشادوا بهم وبالبيان وبحضور رئيس الوزراء هذا اللي كان متداول وكان يحشون به يعني حتى داخل البرلمان. هذا البيت فنك لمن يرمز؟ لمن يرمز؟ يرمز إلى مراكز التجميل اللي نشوفها في بغداد والمحافظات. مو هيك هم مرتبين وحلوين وكذا؟ اي بس بالداخل. بس بالداخل. تقولين شنو بالداخل؟ لو انا اقول شنو معطيات بالداخل؟ والله انا ما طابه هنا للمراكز التجميل، انا بس اروح للصالون اسوي شعري. زين. احد الاخوه يقول جربت احسب عدد مراكز التجميل في المنطقه اللي اسكنها ببغداد واللي تقريبا تعادل 5 كيلو متر مربع، وهي بالطبع منطقه تجاريه تعرفوها اكيد، فيقول لقيت اكثر من 250 مركز تجميل فقط في هذه الرقعه. دق فيلر وبوتوكس وحقن وشفط ونحت وناس تعمر وناس تسقط. اكو قصه جديره بالذكر. اكو واحد تزوج وحده حلوه وخلف من عندها بنيه لا تشبه امها ولا تشبه ابوها، وشكل الطفله متواضع مقارنه مع شكل امها وابوها. يقول دورت بالموضوع والصور القديمه لقيت البنيه تشبه امها من كانت صغيره، بس شكل البنت مع امها بعد التجميل فرق ما بين السما والقاع. هذا اللي يسموه الغش التجميلي. عموما اللي جاي يصير ان المراكز اغلبها غير مجازه، واذا المركز مجاز فالعاملين غير مجازين، وبعض المراكز صارت ماخور يشتغل على الطرفين ومنصه مهمه لغسيل الاموال كذلك. بعضها اصبح يعني يجل السامع والحاضر بيوت دعاره، وللاسف اغلب مراكز التجميل تتبع لشخصيات نافذه سياسيا وحكوميا، واللي يتغلق وزاره الصحه ورا 24 ساعه يرجع ينفتح. صدقوني اغلبهم بلا علم ولا معرفه وطايحين بالوادم تشكشك، ويوميه وحده طالعه تصيح وقف عندي عصب والثانيه تصيح خربوا خشمي والثالثه ما اعرف ايش خربوا لها. دعوه لوزاره الصحه والوزير الست اشهر اللي يتحدث عنها السوداني، يعني تخلي بيها الوزارة مراكز التجميل بعين الاعتبار، لأن كل شيء بالعالم نسبة وتناسب. ما معقولة مراكز التجميل أكثر من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية. وهذا سؤال خلوا جوا ألف خط، ويا ريت وزارة الصحة تجاوبنا شلون المراكز مال التجميل أكثر من المستوصفات المدارس. ما أدري عندك تعليق على هذا الموضوع؟ والله بالفعل أنا
يعني عشر ايدك على فتح هذا الموضوع، ويجب وزارة الصحة ان تهتم بهذا الموضوع كثيرا، لان فعلا اليوم كنت اسمع التقرير نفس هذا الموضوع من السليمانية، اكو وحدة رايحة لمركز تجميل والمشكلة انه الطبيب فعلي طبيب ومسقط البنية وخطية، يعني وضعها مأساوي، فيقولونها عشرات من البنات في سليمانية بهذا الوضع. فهو في عموم محافظاتنا أكو هذه المشاكل، يجب أن يكون رقابة فعلية على موضوع التجميل، أدنى مراكز طبية حقيقية، يعني خل يمنعون بالمراكز التجميل هذه. شاء الله. السيدة سروة عبد الواحد عضو لجنة النزاهة النيابية، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. في أمان الله.